بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لازم نكون متفقين على قاعدتين. القناه دي فيها رد فعل، فيها تحليل ماتشات، فيها مكافحه هبد. المكافحه الهبد دي احنا بدناها مع قناه هاي كوره، وبدناها مع واحد بيلف اخبار على رياض محرز. وتحليل ماتشات عادي احنا بنهبد كتير، ورد فعل عادي جدا. بس لازم اقول لك حاجه في البدايه، انا متفق تماما ان بكاري جسامه خسر المنتخب الجزائري مباراه الجزائر والكاميرون. بكاري جسامه عمل مباراه من اسوء المباريات ليه في تاريخه، دي حاجه انا متفق عليها. بس الحاجه اللي انا مش متفق عليها بقى لمؤاخذه، ان هي حد يجي مقطع فيديو ويجي مسرعه ومبطئه وينزل ويقول لك بس بكاري جسامه كان جاي وحاطط في نيته ان هو خسر المنتخب الجزائري. والفيديو ده واللقطه دي انا لقيتهم ملفين السوشيال ميديا من يومين، اللقطه التي تثبت ان بكاري جسامه كان قصد يخسر المنتخب الجزائري. فين يا عم اللقطه؟ وريهاني وريهاني. لقيتها في شغل التاني، قلت لا ده انا قعدت اتفرجت على الشغل التاني كله، اتفرجت على اكس لايف. فين بقى اللقطه دي؟ لقيت ان اللقطه دلوقتي الدقيقه 62، اللقطه اللي المنتخب الكاميروني وصل لمنطقه جزاء المنتخب الجزائري، وكره لعيب المنتخب الجزائري عيسى مندي قدر ان هو يطلع الكوره من على خط المرمى. على خط المرمى، يعني اللقطه دي كانت على خط مرمى منتخب الجزائر. كانت على خط مرمى منتخب الجزائر. عادي يا عم، احنا شفنا الكلام ده. ايه يا عم، انا شفت الكلام ده في الفيديو الرئيسي اللي انا اتفرجت عليه وشفت بكاري جسامه بيعمل كده. لا ما عزيزي، عايز اقول لك ان الفيديو بعديه في الاعاده في دقيقه كامله تم ايقاف المباراه عليها علشان خاطر الفار كان عايز يتكلم على ان هي بوسيبل بينالتي. والله يعني كمان ما كانوا شايفين ان احنا محتاجين نراجع الكره تكون ضربه جزاء اللي تكون عيسى مندي طلعها بايده، علشان كده بكاري جسامه كان مركز. تخيل والله، ايه ده، انت بتدافع عن بكاري جسامه؟ انا ما بدافعش عن بكاري جسامه، انا بقول لك بس ان الفيديو تم اقتصاصه علشان خاطر انت تشوف حاجه معينه، انما باقي الحاجه المعينه دي مش هتشوفها. بدليل عزيزي ان انا ببطئ الفيديو ده، ركزت لك على الاعاده اللي الفار كان بيتكلم فيها على بوسيبل بينالتي وان الكره ممكن تتحسب ضربه جزاء. علشان كده عزيزي بكاري جسامه كان رايح وبيتفرج على اللعبه علشان خاطر الكره دي كانت ممكن تتحسب ضربه جزاء وكارت احمر على عيسى مندي. فهمت الحاله كانت صعبه ازاي؟ برضه ثاني وثالث ورابع، انا ما عنديش اي اختلاف ان بكاري جسامه عمل مباراه سيئه جدا قدام المنتخب الجزائري. احنا جايين هنا بنكافح الهبد، لا اكتر ولا اقل، وانا ساعات بهبد كتير، بس انا عايز حد يكافحني باحترام، يعني نحترم بعض واحنا بنكافح الهبد بتاع بعض. انا بفرجك على الفيديوهين، ده الفيديو المقصوص وده الفيديو اللي انا جبت لك الحاله كامله من ملخص المباراه. تقدر تلاقي الحاله في الدقيقه 62، وهتلاقي في اعادات او تقريبا الدقيقه 66، هتلاقي في اعادات كتير للعبه، واللعبه كانت خطيره جدا على مرمى المنتخب الجزائري. بس طبعا التركيز مع حاله معينه علشان الوصول لرساله معينه اسهل بكتير من انك تطلع تقول ان الموضوع كان صعب. انا والله عزيزي ما بعملش الفيديوهات دي عشان خاطر انا ما نفسيش منتخب الجزائر يكون في كاس العالم، بالعكس انا نفسي منتخب الجزائر يكون في كاس العالم، بس نفسي نحترم عقليه المشاهد، نحترم عقليه المتلقي، لا اكتر ولا اقل. فلو عجبك الفيديو بقى بعد احترمت عقليتك اعمل لايك، لو شايف ان انا مش عايز منتخب الجزائر يصعد كاس عالم فبراحتك، رايك برضو هعمل فيه ايه. طول ما انت حاطط رايك في دماغك وحاطط رايك بيقين في قلبك ان اللي قدامك ده كاره لك الخير، والله حتى لو بيقول لك مش هتصدقه، مش عارف ايه.